السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا عند ام اركان. موضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم في القناه هو ليبيلاسيون، مسابقه ديال الفرنسيه او مسابقه التهجي. شنو هذه المسابقه؟ هي عباره على واحد مجموعه من الكلمات كتعطى للتلميذ واحد المده، يعني من تقريبا من لو موا ديسمبر، من شهر 12، مذكره كانت وطنيه، كتكون على صعيد المؤسسات الاقصائيه في المرحله الاولى، من بعد كذلك على مستوى مثلا مثلا الحوض او المركز مجموعه، عاوتاني من بعد على المستوى الاقليمي، وكتكون فينالمون على المستوى الجهوي. شنو المطلوب من التلميذ وكيفاش ياثروا الاستاذ وشنو هو الربح؟ بالنسبه لي غير مجرد مشاركه التلميذ ولا ترشيحه للمسابقه فهو ربح، لانه يطلب من التلميذ كما كتشوفوا هنا ديال الورقه الاخيره. هذا الشيء اولا، مجرد انك تدوز المذكره، كل استاذ اللغه الفرنسيه مستوى رابع خامس سادس بامكانه انه يشارك بالتلميذات ديالو. كتشوف التلميذات اللي عندهم يعني يستطيعون الحفظ، يستطيعون مثلا التركيز اكثر وتمنح. انا بالنسبه لي اللي كنقطع عليكم اساسيه انه اي تلميذ يقدر يحفظ، يعني هما ما كيحدولكش العدد المشاركين، شحال ما شاركتي اكثر فهو ربحون للتلميذ. بالضبط الاول انا فاش كنطلب من التلميذ يحفظ لي 1000 كلمه، يعني 1000 كلمه، يعني 1000 كلمه وكلمه، الا ما قدرش يحفظ اكيد غادي يحفظ على الاقل واحد 10 20، هذا ربح. كيحفظ الكلمه، كيعرف كيفاش كتكتب ديك. غادي نشوفوا مثلا هانتوما كل الكلمات كيبداو بحسب الالفابي ا بي سي دي، مثلا اي كلمه شنو مطلوب، كيفاش كتكون المسابقه. مثلا غادي نقول اللي مسؤول عن المسابقه كيقول مثلا بروشور، التلميذ خصو يقول ب ار او سي اش يو ار او. كيف سيتمكن هذا التلميذ من الوصول لهذه الطريقه هذه؟ انا فاش عطيت التلاميذ الوراق اش قلت لهم؟ اولا الا شتي هذا الكم الهائل في فتره واحده ما غاديش تقدر تحفظه، جزءها ل 20 كلمه مثلا في اليومين او في ثلاثه. اول حاجه نحاول نحفظهم هكا اوغالمو، من بعد كنستعمل الالواح، كنقول الكلمه وكنكتبها، يعني كنمسحها وكنكتبها. ابري يمكن جوج ديال التلميذات مشاركين واحد لواحد، ويستحسن الاستاذ في اخر مثلا في الاستراحه ولا نشد واحد ثلاثه ديال التلميذات في الالواح. فاش كتقرب المسابقه كنحاول نديرهم شفويا. اللي كنتمنى من الاساتذه اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو ما تعطيوش هذه الفرصه، لان الربح ديالها مضمون. يعني التلميذ باش يتمكن من يعني كتزي توسيع رصيده اللغوي، هذاك كتفيدو على مستوى اللغه الفرنسيه وعلى مستوى يعني ليكسبريسيون اورال، ليكسبريسيون اكريت، ديكتي، فهي ربح ربح. يعني واخا ما يتاهلش حتى على مستوى غير مستوى المؤسسه، فالتلميذ المشارك فهو رابح. الا كنتو مازال ما شاركتوش في القناه او لاول مره كتشوفوا الفيديو، ما تخرجوا حتى تضغطوا على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو والجرس، ما تبخلوش عليا باقتراحاتكم وبالاراء ديالكم وبالتعليقات ديالكم.